تم الإفراج عن 225 ألف طن من أعلاف الذرة والصويا. طيب ده معناه انه نهدف سعر الاعلاف حبتين، وبالنسبه هي هديت الاسبوع اللي فات شويه. طب ما لما الاعلاف سعرها يهدى يبقى سعر اللحمه والفراخ يهدى، صح؟ طيب اللحمه تحديدا. سؤالي بقى، هي الفراخ سعرها هدي، اللحمه سعرها ما هديش ليه بالرغم ان سعر العلف نزل الاسبوع اللي فات او كمان من 10 لا ده من اسبوعين كمان نزل يعني. طيب ودلوقتي انا بعمل افراجات جديده، فده معناه انه سعر الاعلاف يقل اكتر، فده معناه انه سعر اللحمه ينزل، الا انه سعر اللحمه يا حبيبي ما بيزيدش. ليه؟ ليه ما بتزيدش؟ قصدي ما بتقلش، دي عماله بتزيد، مش حتى ثابته، بتزيد. انا ما عنديش تفسير غير حاجه واحده، جشع جشع جشع. طيب أكملك، و170 ألف رأس من المواشي والأغنام أيضا تم استيرادها لطرحها في الأسواق لجانب الإنتاج المحلي. طب وزارة الزراعة بتعمل كل ده ليه؟ عشان تهدي الأسعار، تهدي الأسعار وبالتالي تقدر توصل لأكبر قدر ممكن من المواطنين. معانا على التليفون دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مش كده ولا إيه يا دكتور؟ مش ده الهدف؟ مساء الخير يا يوسف. طبعا احنا بنبقى حريصين بشكل كبير على توفير احتياجات المواطنين، توفير اكبر قدر من احتياجات المواطن المصري من المنتج المحلي، وتامين مصادر متعدده لعمليات الاستيراد من الخارج لو احتجنا لشحنات يتم استيرادها من الخارج. طيب انا هحتاج منك المزيد من الايضاح حول الخبر يا دكتور. 225 الف طن من اعلاف الذره والصويا، هل دول من شانهم ان هم يسدوا فجوه ما وبالتالي يقل سعر الاعلاف بشكل ما مما يؤدي الى تقليل سعر اللحمه ايضا، ولا انا فاهم غلط المعادله؟ يعني الحقيقه والكلام يعني بسهوله، احنا بنتكلم على عمليات افراج من خامات الاعلاف. حلو. هذه الخامات بتوصل لمصانع الاعلاف علشان تصنع اعلاف، الاعلاف دي بتروح لمربي الدواجن ومربي الثروه الحيوانيه. طيب احنا دلوقتي لما بنعمل افراجات، احنا بنعمل افراجات اسبوعيه متتاليه، الهدف من ده ان احنا يبقى دايما في اتزان وفي توافر مستمر لاحتياجات المربيين من الاعلاف، وبالتالي المربي يلاقي يامن احتياجاته بشكل مستمر. حلو. الاسبوع اللي فات احنا عملنا تقريبا اكبر كميه من الافراجات، احنا اكتر من 300 الف طن كان تم الموافقه عليهم، النهارده كمان احنا بنتكلم في كمان 225 الف طن اضافي، كده اجمالي ما تم الافراج عنه خلال فتره من اكتوبر الماضي لحد مايو احنا بنتكلم في حوالي 5 مليون طن من خامات الاعلاف تم الافراج عنها. ماشي، يعني في 8 شهور 5 مليون طن. لازم هنا هيبقى في سؤال يا دكتور استحملني، انا حجم استهلاكي من هذه الاعلاف سنويا او حجم احتياجي انا سنوي بستهلك قد ايه، او شهري بحتاج قد ايه؟ لا اللي احنا بنتكلم فيه، احنا بنجيب كميات تقريبا بتقدر بحوالي 10 مليون طن من خامات الاعلاف او من الذره تحديدا. يعني احنا دلوقتي بنتكلم ان احنا في خلال الفتره الاخيره دي احنا دخلنا تقريبا نص الكميه اللي احنا كنا بنحتاج نستوردها من الخارج. ده معناه ايه؟ معناه ان الدوله جاده في تلبيه احتياجات المربيين، جاده في خدمه ودعم المربيين ومربي الرؤوس الحيوانيه ومربي الدواجن علشان نامن احتياجاتنا محليا. مش بس احنا بنتكلم على استيراد بالمناسبه أسوش، احنا كمان بنشتغل على المنتج المحلي. يعني احنا صحيح بندخل دلوقتي شحنات وبنوفر العمله الدولاريه اللازمه وبنساعد وبنسهل عمليات دخول هذه الشحنات الى داخل البلاد، انما كمان احنا بدانا في تطبيق منظومه اسمها منظومه الزراعه التعاقديه، وحطينا سعر اسمه سعر ضمان للفلاح والمزارع المصري اللي هيزرع محاصيل الذره والصويا وعباد الشمس. ده هدفه ايه؟ هدفه ان انا اضمن للفلاح تجنب المخاطر، اوفر للفلاح فرص افضل لتحسين دخله، واساعد الفلاح على زراعه مثل هذه المحاصيل اللي انا كنت بحتاج اجيب منها كميات من الخارج. فده تسويق او ده خدمه محليه او توفير محلي لهذه الشحنات او هذه الكميات من خامات الاعلاف، وفي نفس الوقت انا بامن الاحتياجات دي من الخارج علشان يكون دايما عندي توافر وعندي اتاحه في الاعلاف وخامات الاعلاف علشان نتجنب التعرض لاي مخاطر دوليه. واحنا كنا شفنا يمكن في فتره من الفترات كان في تاثير عالمي على حركه تداول الشحنات خامات الاعلاف ومدخلات الاعلاف، وبالتالي احنا حصل اجتماع وتنسيق من شهر اكتوبر مع معالي او مع دوله رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الزراعه
وكافة الجهات المعنية، وفي لجنة تم تشكيلها قام بتشكيلها معالي وزير الزراعة لمتابعة أسبوعية لعمليات توافر هذه الشحنات. بيتم التنسيق مع اتحاد المنتجين عشان اتعرف على احتياجاتهم، بيتم التنسيق مع البنك المركزي لتوفير العملة الدولارية اللازمة لدخول هذه الاحتياجات، بيتم التنسيق مع الأجهزة المختلفة علشان عملية المراقبة على توافر هذه المنتجات في الأسواق. وبالتالي احنا اصبح عندنا او بنشهد في الفترة الأخيرة دي انخفاض بدأ يحدث في أسعار الأعلاف، وبالتالي ده يبقى له انعكاس على حجم التربية، وبالتالي يبقى له انعكاس على الأسعار اللي بيشتري بيها المواطن المصري مصادر البروتين من أصل حي. يبقى أنا ظني صح، المعادلة كده مظبوطة، لأنه كل ما نتكلم مع حد من المربين يقولوا أصل القصة بص 70% أعلاف، سعر العلف نزل تلاقي سعر الحاجة نزل، طب الحاجة العلف سعره بينزل واللحمة سعرها بيزيد، يبقى أنا ظني بالمظبوط. طيب هروح على استيراد 170 ألف رأس، أنا أعتقد وصححني لو أنا غلطان ال 170 ألف مش كلهم ماشية، فيهم ماشية وأغنام صح ولا لا ولا إيه؟ بالظبط، إحنا بنتكلم على 170 ألف رأس. بالمناسبة هي مش أول شحنة يتم الموافقة عليها، أو مش أول شحنة يتم الموافقة عليها، إنما إحنا قبل كده كان دخل عندنا 180 ألف رأس من الرؤوس الماشية اللي دخلت للتربية علشان تكون متاحة خلال فترة المقبلة. حلو. وكمان عندنا 170 ألف رأس تم الموافقة عليهم مؤخرا، إحنا بنتكلم في 45 ألف رأس عجول مستورده بغرض الذبح الفوري. يعني ايه؟ يعني هتخش كلفه مجرده. وعندنا 20,000 راس غنم هتخش الى داخل البلاد، وعندنا حوالي 105,000 راس من العجول اللي هتخش بغرض التربيه، يعني هندخلها ويتم تربيتها. جميل. ويتم بيعها بشكل مباشر للجمهور. فبالتالي احنا عندنا ما يوفر احتياجات المواطن المصري. طب ليه احنا بنوافق على هذه الشحنات؟ لان احنا في الفتره المقبله احنا بنتكلم في ترددات عيد الأضحى المبارك، وبالتالي احنا دايما عندنا تعظيم للمنتج المحلي، وفي نفس الوقت نحاول ان احنا يكون دايما في إتاحة مستمرة امام المواطن المصري، وبالتالي احنا بنوافق على هذه الشحنات، الى جانب ان احنا بنفتح منافس تسويقية، بنفتح نقاط بيع تبقى متاحة امام المواطن المصري، بالتالي يبقى في تنوع في الاماكن اللي ممكن المواطن يشتري منها، وبالتالي لو في حد بيعمل اي مغالاة غير مبررة في الاسعار يبقى يضطر الى النزول الى السعر العادل اللي بيخدم المواطن ويخدم المربي والمنتج في نفس الوقت، واللي بيفكر انه يتلاعب هيلاقي اجهزه الدوله بتقوم بجهد لعمليات الرقابه على الاسعار، سواء من خلال جهاز حمايه المستهلك او من خلال الاجهزه الرقابيه المتخصصه للرقابه على عمليه الاسعار. طيب قبل ما تبدا صناعه الشائعه، وهقول لك الشائعه اللي هيتم العمل على صناعتها، المواشي والاغنام اللي جايه دي مصابه بالمش عارف ايه، دي حاصل فيها ايه؟ انا عارف الاجابه بتاعت انه احنا عندنا حجر بيطري ولا اتخن بلد في اوروبا ما بيرحمش، صح؟ بالظبط، احنا عندنا عمليات الحجر يا فندم، احنا بنطبق اعلى معايير او اعلى الاجراءات في عمليه تامين الثروه الحيوانيه المحليه. ازاي؟ احنا بنقوم بعمليات فحص للمجازر، لو بنجيب لحوم من الخارج بنقوم بارسال اطباء بيطريين لمعاينه الشحنات اللي يتم استيرادها. لو بنجيب حيوانات حيه، هذه الحيوانات بتيجي تخش في فتره رغم ان احنا متاكدين او في لجان اكدت سلامتها، بندخلها هنا عندنا في فتره من الحجر البيطري في اماكن معزوله، عزل تام عن باقي الحيوانات على حتى نتاكد من سلامتهم وعدم وجود اي امراض موجوده، الى جانب ان احنا كمان لما بنيجي نستورد احنا بنحط او بنراجع الموقف الوبائي العالمي لكل منطقه هيتم الاستيراد منها، وبنقوم بارسال الاطباء البيطريين لهذه المنطقه لمعاينتها، وبنقوم باستلام الشحنات في محاجر خاصه معزوله حتى نتاكد من سلامتها، ثم اذا تم السماح بدخولها البلاد في عندنا طريقين، يا اما بتخش بغرض الذبيح الفوري فدي بتذبح اصلا مش بتخش كحيوانات حيه، انما دي بتذبح على المجازر الحدوديه وبتخش كلحوم مبرده، او ان هي بتخش بعد قضاء الفتره المحجريه اللازمه بتخش في المزارع بغرض التربيه، وبالتالي بيتم تربيتها. وفي كل الاحوال احنا دايما بنكون حريصين على المعاملات البيطريه اللازمه، سواء من خلال الاجراءات اللي بنحمي بيها من دخول الحشرات او الاجراءات اللازمه لده، التحصينات اللازمه لده، الادويه اللازمه لده، كل ده بيتم التاكد منه وبيتم مراجعته بشكل كبير، وعندنا اطباء بتامن كل الحدود لحال البيطريين في مصر بيتميزوا بجهد كبير وبكفاءه كبيره في عمليه الاجراءات المحجريه وفي مختلف الاجراءات الخاصه بالدوله المصريه. طيب علشان برضه ننور نفسنا يعني يا دكتور، احنا بنستورد من انهي بلاد؟ انا عارف ان احنا كنا استوردنا حاجات اظن من تشاد، استوردنا من جيبوتي،
أظن من السودان طبعا، حتى ولو كان في مرحلة ما قبل الأزمة. إحنا بنستورد من فين يا دكتور؟ الحقيقة إحنا عندنا تنوع في مصادر توفير اللحوم بأشكالها المختلفة. إحنا عندنا مصادر أوروبية، وعندنا مصادر من دول الجوار من أفريقيا، عندنا السودان طبعا أحد البدائل المهمة، كمان عندنا دولة جيبوتي، عندنا دولة تشاد، عندنا الصومال، عندنا الحقيقة تنوع كبير، وبنفتح دايما وبنكون حريصين على تنويع مصادر الدخول، ودايما الأطباء البيطريين بيتواجدوا في أماكن متعددة لتأمين مصادر أو تنويع مصادر الاستيراد، علشان يكون دايما في تأمين لاحتياجات المواطن المصري وتوفير المصادر المتنوعة اللي بتأمن احتياجات المواطن من الفطر. طولت عليك يا دكتور، ألف 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 شكر. شكرا ليك. شكرا. دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أظن الخبر بقى إيه فصصته لك بما فيها حتى الحجر البطري.